منتصف ليل القاهرة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من عاصمة الخبر، والبداية بأبرز العناوين. قمة المناخ بشرم الشيخ تناقش الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. الأمريكيون يتأهبون لانتخابات التجديد النصفي لحسم الأغلبية بالكونغرس. والبيت الأبيض يؤكد دعم واشنطن أوكرانيا حتى في حال فوز الجمهوريين. إلى تفاصيل هذه النشرة، والبداية مشاهدينا الكرام من مدينة شرم الشيخ، حيث انعقاد قمة المناخ كوب 27. وتتواصل اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 27 للقمة العالمية للمناخ كوب 27 على المستوى الرئاسي. تركز مناقشات القمة على الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ الخاص بالوعود والتعهدات المتعلقة بمواجهة هذه التغيرات، كما يشهد المؤتمر مفاوضات خاصة بالنقاط العالقة بعد مؤتمر غلاسكو. يعكس حضور نحو 120 من قادة الدول وممثلي 197 دولة رغبة جدية في المضي قدما لوضع الترتيبات والتوصيات المعنية بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال انطلاق القمة على المستوى الرئاسي نداء عالميا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. دعا الرئيس المصري في كلمته أمام القمة إلى تحرك دولي فاعل في هذا الصدد. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم، ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتولي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب. أنا مش بتكلم فقط عشان إحنا بنعاني منها هنا في بلاد زي بلادنا، ولكن أنا بتكلم هنا عشان العالم كله أتصور إنه بيعاني من هذه الحرب. أنا بقول تاني، إحنا مستعدين، أنا بنادي باسمكم وباسمي إن سمحتولي بكده، إن سمحتولي بكده إن إحنا فلتتوقف هذه الحرب. هذا نداء من مؤتمرنا هنا
إن سمحتوا لي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل. وفي قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشاركة عدد كبير من الدول دليل على جدية دول المنطقة العربية في مواجهة تغير المناخ. وأشار إلى أن ذلك يأتي على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، وأيضا اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لهذه التغيرات. ولعل العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التي توليها دولنا في المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ، سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وهم جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة، ففي مصر على سبيل المثال استطعنا القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين. من جانبه أعلن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكها بحلول 2030. كما قال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة قررت تخصيص 2.5 مليار دولار لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر. أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خلال تطبيق النهج الاقتصاد الدائري للكربون وإطلاق العديد من المبادرات الأخرى، منها منصة التعاون الدولية لتطبيق هذا النهج وصندوق استثماري إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون ومبادرة الحلول والوقود النظيف من أجل توفير الغذاء. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة غلاسكو، وأضاف أيضا أن قمة COP27 هي قمة للعدالة المناخية وتنفيذ جميع الالتزامات. أشكر وأهنئ الرئيس السيسي لاستقباله لهذه القمة، وهي قمة أفريقية وهي قمة للعدالة المناخية وقمة للتنفيذ، وسبقني الكثير في هذا القول وأود أن أشكره لهذا الاستقبال الممتاز. لقد كنا معا منذ عام في غلاسكو حيث رفعنا من الطموح وحيث استعرضنا أوجه التقدم، ولكن اعتمدنا العديد من الأحكام. كل ما قيل في غلاسكو يجب أن يظل ساريا. كما قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن قمة المناخ أمامها جملة من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية. وأضاف في كلمته أمام COP27 أن هذه التغيرات تدفع ثمنها جميع الدول وخاصة الدول النامية. إن اجتماعنا هذا نتيجة لثلاثين عاما من التقدم في مكافحة التغير المناخي، وبالرغم من الإجماع المتزايد على هذه الجهود والأهداف إلا أن مخاطر التغير المناخي القاتلة ما زالت بازدياد مطرد تدفع ثمنه جميع الدول وخاصة الدول النامية. أمام مؤتمر الأمم المتحدة تغير المناخ COP27 مهمة ملحة، وهي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفعالية كبيرتين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك التزام بلاده بخفض انبعاثات الغازات بنسبة 67% في 2030. كما طالب بالوفاء بالتعهدات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية وفقا لما تم الاتفاق عليه في قمة غلاسكو. وبطبيعة الحال المملكة المتحدة التي كانت الدولة الأولى التي وضعت أطرا تشريعية لهذا الغرض فإنها تلتزم بخفض الانبعاثات ب 68% في فوق 2030، ولأنه من الضروري أن نحمي ونحافظ على الطبيعة فإنه في غلاسكو أزيد من 140 دولة تحمل 90% من الغابات في هذا الكوكب قد
وعدت بأن تعود على تقهقر الأراضي والغابات بمتم هذه العشرية. وعشية اليوم لقد ترأست الشراكة الرؤساء والزعماء من أجل بلوغ هذه الأهداف. كذلك علينا أن نفي بتعهداتنا فيما يهم تمويل المناخ. وفي نفس السياق قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الاستثمار المناخي، وطالب في قمة المناخ بتطوير الدعم الدولي العادل لمواجهة التغيرات المناخية. ما نعمل عليه حاليا في العراق هو تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير سبل الاستثمار المناخي في مختلف القطاعات الحيوية، والعمل على خلق بيئة ملائمة ومعززة لمفاهيم النمو الأخضر. وفي هذا السياق قدم العراق وثائق رصيدة تؤكد مواصلة الإجراءات للدفع بدفة العمل ووضع الخطط الكفيلة بهذا. من المؤمن تحقيق إسناد دولي يساعد في المضي بهذه السياسات وتفعيل الخطط والاستراتيجيات، وبما نأمل أن يؤدي إلى اعتماد طاقات المتجددة والآليات النظيفة، ويدعم الجهود تقليل الانبعاث ويسهم بحفظ البيئة وسلامة المناخ. نؤكد هنا أهمية تبادل الخبرات ما بين الدول. نؤكد أيضا ضرورة تطوير الدعم الدولي العادل والساند لهذا الجهود. قال وزير الخارجية المصري ورئيس كوب 27 سامح شكري إن الإدراك العالمي بأهمية قضية تغير المناخ يسهم في تحقيق الهدف من مقاومة استمرار التدهور في المناخ. أضاف شكري أيضا في حوار خاص مع قناة القاهرة الإخبارية أن الظواهر المناخية التي تعرض لها العالم خلال العام كان لها تأثير سلبي بالغ على العديد من دول العالم. إدراك العالمي بأهمية قضية تغير المناخ وضرورة التفاعل والتنسيق والوصول إلى نقطة التوافق تحقق الهدف من مقاومة استمرار التدهور في المناخ. الظواهر تعرض لها العالم خلال العام الماضي وكان لها تأثير بالغ، تأثير سلبي بالغ على قطاعات عريضة من الدول والمجتمعات، فيضانات الأعاصير، الحرائق اللي تمت، طبعا فيضانات باكستان اللي أثرت على حوالي 30 مليون مواطن. أثر الاقتصادي المترتب على هذه الظواهر واستمرارها وانتشارها جعل من هذا الحدث حدث هو الأكبر على مستوى السياسة المتعددة الأطراف. أما وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين فقد كشف أن بلاده وضعت التزامات طموحة للانتقال التدريجي إلى الطاقة البديلة. ياسين أشار خلال حواره مع القاهرة الإخبارية إلى أن تأثيرات التغير المناخي تضاعف مع الأزمات الاقتصادية. أرحب بضيفي وزير البيئة اللبناني دكتور ناصر ياسين، برحب بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. مرحبا. طبعا ملفات عديدة لبنان تريد أن يعني ترى بارقة أمل فيها، أبرز التحديات التي تواجه لبنان فيما يخص المناخ والتغيرات المناخية. يعني تأثيرات التغيرات المناخية في لبنان تؤثر على الأزمات الاقتصادية والمالية، نراها تضاعف من الوضع الاقتصادي خاصة في قضايا المياه، إدارة المياه، حرائق الغابات، وكذلك يتعلق بالأمن الغذائي. هذه هي الرسائل التي نود أن نقولها هنا في شرم الشيخ في هذه القمة المصيرية برأيي بين كل زعماء العالم لبداية تنفيذ التزاماتهم من ناحية خفض الانبعاثات أو من ناحية التزام بدعم الدول المانحة. هذا ما نقوم به وهذا ما سنقوله اليوم والأيام القادمة في القمة. طيب بالنسبة للبرامج الوطنية الخاصة بلبنان فيما يخص مشاريع التكيف والتصدي وحتى الالتزام فيما يخص التخلص التدريجي من الاعتماد على الغازات، غازات ثاني أكسيد الكربون، أبرز الأهداف التي تريد لبنان طرحها على الأمم المتحدة. نحن بناحية التزاماتنا ولو كنا دولة صغيرة يعني الانبعاثات لا تؤثر كثيرا
بالانبعاثات التي تحصل في العالم، خاصة أن هناك دول صناعية كبرى تؤثر على هذا الموضوع. ولكن مع كل هذا وضعنا التزامات طموحة بين 20-30 من ناحية الانتقال التدريجي إلى طاقة بديلة. هناك أزمة كهرباء وطاقة في لبنان، ولكن هذه فرصة أيضا الآن للذهاب نحو طاقة بديلة من ناحية تنظيم أكثر وأكثر طاقة الشمسية وطاقة الهواء وغيره، طاقة والهيدرو باور من الأنهار والمياه. هناك أيضا مبادرة سنطلقها في القمة حول التمويل المناخي. أطلقنا في وزارة البيئة مرفق للتمويل الأخضر أو الاستثمار الأخضر، وهذا المرفق سيكون هو المرفق الأساس لجذب التمويلات والاستثمارات التي تذهب إلى القضايا التي تعنى بمكافحة التغير المناخي، إن من ناحية الطاقة البديلة أو من ناحية النقل المستدام أو من ناحية الزراعة المستدامة والشروع من نحو أمن غذائي أكثر وأكثر. بالنسبة للشعب اللبناني، هل أكثر التحديات الملحة هل هي التآكل في الرقعة الزراعية؟ هل تنون البحث عن مصادر أخرى لإيجاد بدائل للماء وهو جزء أساسي من الحياة في لبنان؟ ما هي المشاريع التي تنمون تنفيذها على أرض الواقع؟ هناك مشاريع تتعلق بإدارة أفضل الأحواض النهرية في لبنان. موارد مائية موجودة، نحن لا نفتقر الموارد المائية، ولكن هناك ضعف بإدارة كثير من الموارد المائية، ومن ضمن أحواض الأنهر. هناك 14 نهر في لبنان، من ضمنها نهر أكبر ونهر الليطاني، وهذا ما نعمل عليه مع الإدارات الأخرى من ناحية تكون إدارة سليمة الأحواض النهرية، حماية من التلوث وإدارة أفضل لهذه الموارد المائية. لأنه نحن نعي في السنوات القادمة والعقود المقبلة سيكون هناك تأثيرات على الموارد المائية. هناك أيضا قضية أخرى هي العلاقة بحرائق الغابات في لبنان. لبنان لا يزال غني بالغطاء الأخضر، أكثر من 20% من المساحة هي غابات وأحراج، ونريد أن نعمل أكثر وأكثر على حمايتها من تأثيرات التغير المناخي أو أحوال الطقس التي تتطرف أكثر وأكثر كما نراها السنوات الماضية. نعمل بجهد مع الإدارات المحلية لحماية هذه الغابات ووضع إدارة سليمة لها. معالي الوزير، هل هناك تصور لحجم الاستثمارات أو الأموال المطلوبة لكي تتعافى لبنان من أثار التغيرات المناخية في مجالات مختلفة؟ هناك لا يوجد رقم يعني فعلي الآن، ولكن نعمل على أكثر من قطاع لوضع هذه الأرقام لجذب استثمارات تعنى بقضايا التكيف أو القطاعات الخضراء. معالي وزير البيئة دكتور ناصر ياسين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنطمح أن يعني نرى بارقة أمل فيما يخص مخرجات هذه القمة، نهاية عقدها، وأن تنتفع الدول النامية وبالتأكيد لبنان من تمكينها لكي تتعافى من أثار الانبعاثات المختلفة. إنها كذا كما تقول القمة، كما يقول عنوان القمة، هي قمة التنفيذ هنا على دول العالم، الدول المتقدمة اقتصاديا والدول الصناعية وكذلك الدول النامية والدول الصغيرة، أن يعني تعمل مع بعضها البعض، تعمل بدعم بين بعضها البعض من ناحية خفض الانبعاثات أو من ناحية التمويل المناخي والعطل والضرر للدول التي تأثرت أكثر وأكثر. هذه هنا قمة مصيرية برأيي، ومنها سننطلق إلى حل أزمة المناخ أو لا سمح الله نفشل وكلنا سنتأثر حين ذاك. أعتقد واحدة من البشائر هي إدراج بند الخسائر والأضرار لأول مرة، لم يعقد هذا من يعني في أي قمة من قبل، فأعتقد البشائر يعني بادت واضحة، وربما نرى إيجابيات أكثر في مخرجات هذه. أشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في القاهرة الإخبارية. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. أكد المهندس رياض هلال، الباحث في الزراعة المستدامة وعضو الوفد الأردني إلى مؤتمر كوب 27، أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثراً بظاهرة التغيرات المناخية. كما دعا هلال لزيادة الأبحاث والدراسات من أجل التأقلم مع الآثار المناخية وابتكار حلول جديدة كتغيير المواسم الزراعية لتتناسب مع التغير الطارئ على مواسم سقوط الأمطار. مشاهدينا، أهلا بحضراتكم على شاشة القاهرة عاصمة الخبر من هنا من مؤتمر كوب 27 في مدينة شرم الشيخ. ما يحدث الآن من تغيرات مناخية حول العالم يمكن أن نصفه بمنتهى البساطة بأنه جائحة كالتي رأيناها وعايشناها في أيام كوفيد 19.
الآن هناك متغيرات مناخية شديدة الخطورة تؤثر على كل مناحي حياة البشر والإنسان والحيوان، وبالفعل هناك كلمة للعلم يجب أن تقال في هذا الشأن. هذا ما سوف نناقشه مع ضيفنا الآن المهندس رياض هلال، الباحث في الزراعة المستدامة وعضو الوفد الأردني إلى مؤتمر كوب 97. مهندس رياض مرحبا بك. الواقع أن الكلمة بالفعل هنا للعلم، كيف يمكن للعلم أن يواجه متغيرات ربما طويلة الأمد وربما علاجها أيضا طويل الأمد؟ هلا في البدايه لازم نحكي انه الجائحه اللي عمالنا بنواجهها هي جائحه كبيره بتاثر على كل نواحي الحياه، ومن اهم هاي الاشياء اللي عمالنا بنواجهها اللي هي القطاع الزراعي. وزي ما احنا عمالنا بنشوف احنا هلا بفتره من زمن المطر عماله مواسم المطر عمالها بتختلف، اوقات احنا بالصيف ممكن تيجي شتاء، اوقات احنا بالشتاء ما بيكون عندنا بفصل الشتاء ما بيكون عندنا مطر. هاي تغيرات في تساقط الامطار وهطول الامطار ودرجات الحراره بتاثر بشكل كبير على القطاع الزراعي. فمثلا احنا دائما متعودين انه في بدايه فصل الربيع الاشجار بتفتح الزهور، بيكون موسم بدايه الانبات. فاحنا لما نكون لما عن طريق تغير المناخ، لما يصير درجات الحرارة وتتغير مواسم الشتاء، النبتة نفسها أو الشجرة نفسها بتختلف في ذاتها، فبتفكر بتعتقد نفس النبتة نفسها بتعتقد إنه نحن في فصل الصيف بدل ما إحنا فصل الشتاء أو العكس. فهذا بيأثر على تطور النبتة، فالنبتة مثلا بفصل الشتاء ما بتكون عمالها بتعطي طاقة، بتكون النبتة عمالها بتخزن طاقة في داخلها. العلم هنا يمكن أن ينصح بتغيير مواسم الزراعة مثلا أم بتغيير أنماط النبات نفسه؟ هلا مثلا من الحلول اللي احنا بنعمل عليها حتى نتاقلم مع التغير المناخي انه احنا لازم نعمل مثلا تغييرات في مواسم الزراعه. احنا على سبيل المثال انت اذا عندك مزرعه وانت تحتاج انك ترش مبيدات للحشرات او تكافح افات معينه، لازم تكون انت ماخذ بعين الاعتبار مواسم الامطار درجات الحراره. فكل هاي التطبيقات العمليه في الزراعه بتعتمد على مواسم المطر، على درجات الحراره، على كل هاي التغيرات. او ان يقل الانتاج الزراعي كما يحدث في الاردن مثلا، يعني الاردن من البلاد المتعطشه دائما للمياه او التساقط المطري فيها قليل، فبالتالي مواسم الانبات مختلفه، مواسم الزراعه مختلفه، ونوعيه النبات مختلفه او تختلف حسب الظروف التي نواجهها حاليا. هلا هذا هو الشيء اللي احنا لازم نتطرق له، هذا الشيء لازم نزيد دراساتنا ونكثر ابحاثنا ودراساتنا عليه حتى نعرف كيف نتاقلم مع هذه التغيرات. فانت اذا عمالك تتكلم عن شح في المياه، احنا لازم نعوض شح المياه بشيء ثاني بنمط ثاني. مثلا احنا بنضع مبيدات زراعيه او بنستهلك طاقات معينه في مجال معين من الزراعه سواء كانت اسمده او 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 او، انت لما تحكي عن شح المياه انت عمالك بتزيد النبته لعرضه للتعرض للامراض، او بتزيد عرضه النباتات لانها تكون انتاجها اقل. فهي عباره عن عمليه موازنه انت بتوازنها بين المبيدات الزراعيه، بين الاسمده الزراعيه، بين الامطار اللي عمالها بناخذها، بين التغير المناخي، درجات الحراره. بالتالي التكلفه تزيد والعائد يقل. بالطبع بالطبع. طيب هل للعلم كلمة ربما في استنبات أصناف جديدة تقاوم درجات الحرارة المختلفة أو التغير المناخي المختلف؟ لو أخذنا مثال الطماطم مثلا، هل يمكن أن نستنبت طماطم مختلفة؟ هلا الجميع بيفكر باستنبات اشياء جديده، او كما بيحكوا بالانجليزي انك بدنا نعيد اختراع العجله. احنا مش حنعيد اختراع العجله، احنا عندنا علم، عندنا اشياء. يعني انا من توجهي بدل ما انا ابحث على حلول اني اغير او اخترع طماطم جديده، انا عم بالي بفكر بدل ما استعمل مبيدات او استعمل اجهزه او تكاليف عاليه، ممكن انا ابحث عن حلول من الطبيعه نفسها. فمثلا من الافات التي تواجه الطماطم، انا بدل ما استعمل مبيدات بقدر انا الاقي حشرات اخرى موجوده بالطبيعه ممكن انها تاكل او تكافح الافات اللي بتواجه الطماطم اللي انا عندي. فانا بهذا المجال انا استثمرت في حلول طبيعيه من الطبيعه بدل ما انا بحثت على اني استنبت نبات طماطم جديد او اطلع بصنف جديد او اعمل اي حاجه جديده انها تقاوم. هذا حكي مزبوط بتقدر انك تعمله، ولكن الاسهل والاكثر استدامه لنا ولمستقبلنا نبحث عن حلول موجوده بالمجال نفسه اللي احنا فيه. اشكرك جزيل الشكر المهندس رياض هلال. ولمزيد من التفاصيل حول كوب 27 ننتقل إلى زميل ياسر رشدي. إليك ياسر. شكرا رغدة، شكرا منى. أهلا بك ياسر. للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من شرم الشيخ الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة المصري ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. بعد تحية دكتور،
من مجمل ما استمعت إليه وشهدته يوم أمس من كلمات القادة والزعماء والرؤساء والمشاركين في قمة المناخ في شرم الشيخ، ما هي برأيك مساحة التفاؤل من جانب ومساحة الواقعية أن تتحول هذه القمة فعلا إلى قمة التنفيذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا قناة القاهرة الإخبارية. اليوم تابع العالم كله كلمة السيد رئيس الجمهورية في افتتاح قمة المناخ العالمية في الشق الرئاسي، وبمنتهى الصراحة كانت الكلمة قوية وحاسمة ومحددة، حيث تناول السيد الرئيس في كلمته كل هواجس العالم المظلوم بسبب ظاهرة تغير المناخ. ظاهرة تغير المناخ هي الأزمة المستمرة على سطح الأرض. كل الأزمات التي واجهت البشرية لا محال انتهت، وانتهت معها تداعياتها حتى لو كانت حروب عالمية انتهت، إلا هذه الظاهرة فمع مرور الوقت تزداد عنفا، ولعل قد يحدث في وقت قريب جدا إن لم يتدارك العالم هذا الملف، ملف التغيرات المناخية، قد يحدث ما لا يحمد عقباه. طبقة الغلاف الجوي المسؤولة عن تشكل مناخ الأرض متخمة تماما بغازات الانبعاث الحراري، غازات الاحتباس الحراري التي ضخت على مدار عشرات السنين ما زالت موجودة في هذه الطبقة، ما تم ضخه في 30 و40 و50 عام ما زال موجود حتى الآن، ويتم ضخ كميات ضخمة إضافية تتجاوز 50 مليار طن سنويا من الدول المتقدمة أو الدول الصناعية، والتي تربحت كثيرا من هذا الضخ الكبير في الغلاف الجوي. نعم. وهنا مربط الفرس. طيب. مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ عنوانه الرئيسي من التعهدات إلى الالتزامات، والسيد رئيس الجمهورية قالها صراحة. طيب دكتور محمد، في مسألة الانتقال من التعهدات إلى الالتزامات، أنت معنا بصفتك مستشار وزير الزراعة في جانب ورئيس مركز معلومات تغير المناخ في جانب آخر، ما هي الأمور العاجلة الملحة التي يجب البدء في العمل على تنفيذها في المدى المنظور؟ الأمر الأهم في هذا الشأن هو ملف الأمن الغذائي. ملف الأمن الغذائي هو الملف الذي يتعرض وبقسوة لتداعيات تغير المناخ. عشان الكلام يكون واضح وسهل حتى للمستمع البسيط، قطاع الزراعة هو أكثر هذه القطاعات تأثرا بتغير المناخ، قد يفقد ملايين الأطنان، قد نخسر ملايين الأطنان سنويا بسبب التقلبات المناخية الجامحة التي تضرب كل أنحاء العالم. ولعل ما حدث في مصر، حتى في مصر في خلال الأربع سنوات الماضية من خسائر كبيرة في محاصيل مثل محاصيل المانجا ومحاصيل الزيتون وأحيانا بعض محاصيل الخضر، يقول أن ما هو آتي أصعب بكثير مما مضى. لذلك هذا القطاع، قطاع الزراعة، وفي القلب منه ملف الأمن الغذائي، هي من أهم الملفات ذات الأولوية الآن، وخاصة في ظل هذه الأزمات المتتالية والتي تصب في النهاية إلى إشكالية كبيرة لملف الأمن الغذائي. لذلك التمويل، وهذا هو الشق الذي تكلم عنه سيادة رئيس الجمهورية، التمويل. والتمويل هنا ليس صدقة من الدول المتقدمة، الدول المتقدمة على مدار عشرات السنين تربحت وبزيادة من ضخها لمليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، وخربت على العالم وعلى الدول معيشتها بسبب هذه الظاهرة. الآن لابد أن تستقيم الأمور، على الدول المتقدمة الآن أن تفي بالتزاماتها خلال كل مؤتمرات الأطراف السابقة، لأن الآن الفرصة الموجودة أصبحت في تضاؤل. الفرصة الآن كبيرة ولكنها أخيرة. مؤتمر شرم الشيخ، العالم ينتظر من هذا المؤتمر، العالم المظلوم بالتحديد، مفهوم دكتور، الدول النامية تنتظر من هذا المؤتمر أن يعني تأخذ جزء من حقها بسبب
ظاهرة تغير مناخ. شكرا جزيلا من شرم الشيخ، كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة المصري ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. مرة أخرى مشاهدينا الكرام أعود إلى منى ورغد، إليكما. شكرا جزيلا ياسر رشدي، سنعود إليك مرة أخرى في وقفة تحليلية جديدة. والآن ما زلنا مشاهدينا الكرام في ملف كوب 27، حيث نظم عدد من النشطاء وممثلون عن المجتمع المدني من جنسيات مختلفة تظاهرة بهدف تسليط الضوء على قضية الخسارة والأضرار الناجمة عن الآثار المتزايدة لتغير المناخ. وحذر المشاركون من هذه الأضرار المناخية الملموسة والتي لا يمكن التنبؤ بحجم وتداعيات آثارها السلبية في قضايا المناخ حاليا، مطالبين بضرورة إنشاء آلية مالية لدعم البلدان الأكثر تأثرا باعتبارها أمرا ذا أهمية قصوى يجب الاتفاق عليه خلال كوب 27. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تستعد للتصدي لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية. بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، أدلى نحو 39 مليون و200 ألف أمريكي بأصواتهم حتى الآن في عملية التصويت المبكر بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هذا الرقم أعلى من الرقم المسجل في انتخابات التجديد النصفي المبكرة في عام 2018. كما أوضحت الصحيفة أن 43% من المصوتين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي مقابل 34% من الجمهوريين و23% من غير المنتمين إلى الحزبين. يترقب الأمريكيون اليوم الانتخابات التشريعية النصفية، حيث تشتد المنافسة بين الحزب الديمقراطي ومنافسه الجمهوري. وقبيل التصويت حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي سيضعف الديمقراطية الأمريكية. وجه الجمهوريون كثيرا من الانتقادات لبايدن بسبب ارتفاع التضخم وزيادة الجريمة في أعقاب جائحة كوفيد 19. وتعهد أعضاء الحزب الجمهوري باستعادة الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية الحاسمة. ودعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حشد موجة حمراء عملاقة من الجمهوريين لضمان الفوز على الديمقراطيين. كما عربت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال عن اعتقادها بوجود زخم جيد لدى الجمهوريين يمكنهم من استعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، ما سيؤدي في حال حدوثه إلى إعاقة عمل بايدن خلال النصف الثاني من ولايته. وللمزيد من التفاصيل حول التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي ننتقل مرة أخرى إلى الزميل ياسر. إليك ياسر. شكرا رغدة ومنى. شكرا. شكرا ياسر. تفضل. الآن نتحول إلى رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن. رامي، يعني إلى أي درجة فعلا تستطيع أن تلمس ما يقوله المتابعون من أن هذه الانتخابات انتخابات التجديد النصفي تعكس إلى درجة ما حالة من الانقسام والاستقطاب في أمريكا؟ مرحبا ياسر. بالفعل هذه الانتخابات هي استكمال لحالة
الاستقطاب التي يعيشها الأمريكيون ربما منذ صعود الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما إلى سدة الحكم. بعدها زادت حالة الاستقطاب بشكل كبير في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ثم وصلت ربما إلى ذروتها اليوم في انتخابات التجديد النصفي بعدما قطع الرئيس الحالي جو بايدن نصف مدته وتبقى له النصف الآخر. دعنا نشير إلى أنه استكمالا لحالة الاستقطاب هناك الكثير من المخاوف الأمنية والتقارير التي تقول أن هناك أحداث عنف قد تشهدها هذه الانتخابات، وهناك بالفعل أحداث أخرى ولكنها بسيطة مثل بعض الاعتداءات البسيطة على بعض التجمعات الانتخابية سواء للديمقراطيين أو الجمهوريين، ولكن هناك تصاعد لحالة الانقسام حتى يمكنك أن تلمسها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي رصدت مراكز الأبحاث تضاعف لخمس مرات لاستخدام كلمة الحرب الأهلية بين الأمريكيين، هذه الكلمة التي تغيب عن الذهن الأمريكي منذ سنين طويلة، ولكن عادت هذه الكلمة للاستعمال مرة أخرى، مما يدل على حالة الاستقطاب الحادة التي تعيشها البلاد هذه الأيام. رامي، هناك من يتحدث عن أن هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، هي بشكل أو بآخر نوع من أنواع الاستفتاء على أداء الرئيس جو بايدن. إلى هذه الدرجة فعلا يمكن أن تكون كاشفة لمستقبل الرجل؟ بالفعل هي ليست كاشفة فقط لمستقبل الرجل وطريقة أدائه، ولكنها أيضا محددة لمستقبله في العامين المتبقيين من ولايته. بالفعل هناك اتجاه كبير لدى الأمريكيين لتغيير الصورة أو لقلب الوضع، يرون أن الديمقراطيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ينجحوا في إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، التضخم مرتفع جدا، أسعار الوقود مرتفعة والطاقة، ونحن اقتربنا من الشتاء وما زال حتى الآن نتداول بأسعار الوقود القديمة، ما زلنا في انتظار الأسعار الجديدة ربما في نهاية ديسمبر والتي ستكون أكيد مفاجئة وصادمة للأمريكيين. أيضا هناك تحفظات على طريقة لإدارة الأزمة. إذن الحل هنا بالنسبة لبعض الأمريكيين هو التغيير إلى الجمهوريين، خاصة وأن الجمهوريين يلعبون جيدا على هذه النقطة، هم يضعون الأزمة الاقتصادية والتضخم كعنوان رئيسي لهذه الانتخابات ويعيدون بأنهم سيسيطرون على التضخم ويعيدون الولايات المتحدة إلى سابق عهدها. ولعلنا نلحظ الشعار المستخدم في التجمعات الجمهورية وخاصة تلك التي يقيمها الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي سيف أمريكا أو أنقذوا أمريكا أو دعونا ننقذ أمريكا. هو إذن يرون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإنقاذ من هذه الأزمة، يحتاجون أن ينقذونها من إدارة بايدن التي يرون أنها قد فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة. شكرا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن. الآن مشاهدينا أعود مرة أخرى إلى منى ورغدة لاستكمال ملفات النشرة، إليكم. شكرا جزيلا ياسر رشدي، وما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام نتابع بعد أن وفانا بكثير من التفصيل ياسر رشدي حول ملف التجديد النصفي في أمريكا. نتحول مع حضراتكم لمتابعة آخر التطورات حول الأزمة الأوكرانية. Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь ні, то діяти потрібно. Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Don't. What changed the face of war unlike anything since World War II? أكد البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. أشار البيت الأبيض إلى أن ديمقراطيين يعملون جاهدين بهدف تأمين اتفاق مع الحزب الجمهوري على دعم أوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية. كما حث رئيس بلدية كييف السكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة والبقاء مع الأصدقاء أو الأسرة. في الوقت نفسه نبهت سلطات الطاقة الأوكرانية إلى انقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى احتمال تطبيق مزيد من القيود في العاصمة والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى 6 مناطق أخرى في البلاد. اتهم الجيش الأوكراني روسيا بتدمير سفن مدنية راسية على ضفاف نهر دنيبرو بمنطقة خرسون الجنوبية. قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان له إن الوقود تسرب من السفن المدمرة إلى دلتا النهر، واتهم المتحدث القوات الروسية بمصادرة محركات السفن ومعدات أخرى. أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب من الغارات الجوية في مناطق عدة. وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن حالة التأهب الجوي أعلنت بمناطق خاركيف ودنيبرو بوتروفسك وبولتافا وكيرفوغراد وتشيركاسي بأوكرانيا. كما تشمل حالة التأهب الجوي الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوريجيا. مشاهدينا، للمزيد عودة مرة أخرى إلى الزميل ياسر رشدي. لك شكرا رغدة. شكرا منى. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من واشنطن السيد ماك شرقاوي، الكاتب والباحث والمحلل السياسي. بعد تحية سيد ماك، دعني أبدأ معك من الناحية الشكلية. كيف تقرأ ما صرح به البيت الأبيض حول دعم الولايات المتحدة أو التأكيد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى وإن فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي؟ ما الذي يريد أن يستبقه البيت الأبيض بهذا التأكيد؟ أهلا بيك وأهلا بمشاهدينك الكرام. أهلا بيك. أنا بعتقد أن البيت الأبيض هو بيريد أن يرسل رسالة اطمئنان للرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في دعمها إلى أوكرانيا، وهذا سوف يحدث، ولكن لن يكون في نفس حجم المساعدات وحجم الإنفاق اللي بتنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على دعم أوكرانيا حال فوز الجمهوريين بأغلبية الكونغرس الأمريكي بغرفتي النواب والشيوخ، لأنهم بالتأكيد سوف يعني يصعبوا المهمة على الرئيس الأمريكي عندما يستصدر قوانين من الكونغرس الأمريكي بالمنح والمساعدات أو بالإمداد العسكري بالاعتاد العسكري. فالجمهوريين بالتأكيد سوف يدعموا أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية بشقيها الحزبي الجمهوري والديمقراطي يدعموا بالتأكيد الأوكرانيا والشعب الأوكراني، ولكن الجمهوريين يروا أن لابد أن نعطي لمفاوضات السلام حجم أكبر، ولابد أن نضغط على زيلينسكي وعلى الغرب الأمريكي حتى يكون هناك دخول في مفاوضات سلام، لأننا لا يمكن أن يكون الدعم مفتوح وليس له سقف، خاصة أن هناك أزمات اقتصادية. وهنا السؤال سيد ماك، في هذا الإطار
حين يتحدث البيت الأبيض عن فكرة تأمين اتفاق مع الجمهوريين، ما هي يعني ربما تكون مساحة التوافق أو توجه الجمهوريين فيما تصل بالدعم الأوكراني؟ هو بالتأكيد هناك صفقات سياسية ما بين البيت الأبيض وما بين الكونغرس الأمريكي، خاصة أن حال الوضع الحالي الموجود الأغلبية الديمقراطية أغلبية هشة، يعني هم أغلبية 4 مقاعد فقط. صحيح. في مجلس النواب وأغلبية يعني نائب الرئيس كاميلا هاريس هي الصوت المرجح عندما يحصل على كامل أصوات الديمقراطيين والصوتين المستقلين، فهو أغلبيته هشة. فهناك بالتأكيد الكثير من الصفقات تمت ما بين البيت الأبيض وبين الكونغرس، وأعتقد أن سوف تكون أيضا هناك صفقات خاصة بأوكرانيا، ولكن لابد أن يكون هناك المقابل. فإذا كان الجمهوريين سوف يعقدوا صفقات مع البيت الأبيض للاستمرار في دعم أوكرانيا، ولكن لا أعتقد أنه سوف يكون شيك على بياض زي ما قال النائب الجمهوري، لن نوقع شيكات على بياض لأوكرانيا في دعمها العسكري ودعمها المادي. وبالتأكيد الضغط على زيلينسكي للدخول في مفاوضات السلام. إن حدث تغير في موازين القوى السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أن هذا سيكون له أي ارتداد على هذا التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا بشكل عام؟ هو يعني التحالف الغربي قاب قوسين أو أدنى أن يكون هناك انقسامات. بنجد النهاردة أن فرنسا بتغرد خارج السرب، وفرنسا بتحمل الولايات المتحدة الأمريكية تبعات أزمة الطاقة في أوروبا وخاصة في فرنسا، لأن أنت عارف أن المفاعلات النووية الفرنسية 50% منها بيدخل في الصيانة، ولن يعني لن يكون هذا شتاء جيد في أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا. فبدأت يعني بذرة الشقاق ما بين الحلفاء، واعتقد ان يعني وجود الجمهوريين ممكن ان يكون ايضا داعم للاصوات التي تغرد خارج السرب في القاره الاوروبيه في القاره العجوز. نعم. ولكن اعتقد ان بالتاكيد هناك دعم الى اوكرانيا، لن يكون هناك يعني تخلي عن اوكرانيا، ولكن لن يكون وفقا لما يحدث الان. الحقيقه ما يحدث الان هي حرب بالوكاله، تحاربها امريكا ضد روسيا. من واشنطن ماك شرقاوي الكاتب والباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. لأن مشاهدينا أعود مرة أخرى إلى منى ورغدة لاستكمال ملفات النشرة. شكرا جزيلا لك ياسر رشدي لإعطانا هذه الجولة وهذا التحليل والتفصيل في كثير من الملفات لهذا اليوم. ذكرت سلطات دونيتسك المدعومة من روسيا أن القوات الأوكرانية قصفت مبنى إدارة السكك الحديدية في المدينة، ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى وتضرر أجزاء رئيسة منه دون سقوط قتلى أو جرحى. وأشار سيرجي نيكا رئيس إدارة الإطفاء بدونيتسك إلى أنه تم تدمير طابقين من أحد المباني الإدارية وأن رجال الإطفاء يعالجون الحريق، ولم يصدر أي رد فعل فوري من أوكرانيا على الهجوم. ومن أخبار الاقتصاد في نشرتنا، حيث قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن القناة تسعى لتعزيز مكانتها لتظل الممر الملاحي الأكثر توافقا مع البيئة، تمهيدا للإعلان عن قناة السويس المصرية القناة الخضراء بحلول عام 2030. وأكد ربيع أن التنامي الذي تشهده معدلات العبور اليومية بالقناة يعكس المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أماناً.
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن الظرف الاقتصادي الراهن لبلادها يحتم تضافر جهود الأطراف كافة من أجل إنجاح برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة، وعلى رأسها برنامج الإصلاح الضريبي. كانت تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها. بداية أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام من دوري أبطال أوروبا، حيث أسفرت قرعة الدور 16 من مواجهات نارية. ريال مدريد بطل تشامبيونز ليج سيكون أمام ليفربول في مواجهة مكررة، وسيواجه باريس سان جيرمان منافسه بايرن ميونخ، وفي قمة مبكرة أخرى سيلعب ميلان مع توتنهام هوسبر، وسيلتقي بوروسيا دورتموند مع تشيلسي، في حين سيلعب مانشستر سيتي مع لايبزيغ ونابولي مع إنتر آخت فرانكفورت، وفي لقاء آخر سيلتقي كلوب بروغ مع بنفيكا وإنتر ميلان مع بورتو، وستقام مباريات الذهاب فبراير المقبل. أما جولة الإياب فستقام في مباريات في شهر مارس القادم. كما أجريت قرعة ملحق الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي، برشلونة سيكون في مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد، في حين يلعب يوفنتوس مع نان الفرنسي وسبورتينغ لشبونة مع ميتلاند الدنماركي. سيلتقي شاختار دونيتسك مع ستادي ران. وفي مباريات أخرى يلعب أياكس مع يونيون برلين، وباير ليفركوزن أمام موناكو، إشبيلية أمام أيندهوفن، ويواجه روما ريد بول سالزبورغ. نشرتنا انتهت مشاهدينا الكرام، وهذه تذكرة بأبرز ما فيها من عناوين. قمة المناخ تناقش الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. الأمريكيون يتأهبون لانتخابات التجديد النصفي لحسم الأغلبية في الكونغرس. البيت الأبيض يؤكد دعم واشنطن أوكرانيا حتى في حال فوز الجمهوريين. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعة المزيد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 أفقي. وإلى اللقاء، هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.